باش نقولوا لمواطنينا ولارباب العمل اللي مازال ما, ما, وص... ما سواوش الوضعيه تاعهم ويتهربوا من تا ال... ال... تحهم لي ديكلاراسيون تاع لي ترافايور تاعهم اللي عندهم اون اوكازيون اونيك حتى 31 ديسمبر 2016 وهذه معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هو اللي لا ديسيدي سيت ميزور باسكو شفنا بلي من ارباب العمل توافدوا لنا في العام عمل الاول مدد هذا مدد هذه الفتره <applause> كثير من المؤسسات تتهرب <applause> بلغه الارقام كان بلوس دو 30 نوفيل افيلياسيون كان اكثر من 30 الف انتساب واشتراك جديد وهذه نعم كان اكثر من 200 الف عامل في القطاع اللي كان اللي كان غير مصرح ولا غاس على لوات فينانس كومبليمونتير هذه 2015 تصرفوا تصرحوا بهم و ان سكي كونسيرن المداخيل تاع الصندوق والصندوق الحمد لله صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء راهو في صحة مالية جيدة وأؤكد على هذا وكان نقارنو لو سيمستر سا سابديرغ السداسي الأول تاع 16/2016 بارابول 2015 كاين أكثر من 10٪ تاع المداخيل اللي زادوا لي زادو لازم تعرفوا اوسي الانتساب الطوعي في دون كادر دو لارتيكل 60 الانتساب الطوعي كان اكثر من 17000 شاب وشابه دخلوا في هذا الجهاز تاع الانتساب الطوعي وعند